الراجل والست بيكملوا بعض كل واحد فيهم ليه دور وليه رساله محدش فيهم اهم من التاني واحنا في برنامج ضد الرجاله عفوا اشباه الرجال بنعرض معاناه الست مع اشباه الرجال في المجتمع تابعونا على المنصات اللي هتظهر قدامكم على الشاشه دلوقتي رجعنا معاكم واستكمال حلقتنا مع المستشار عمر عبد العزيز محامي النقد والاداريه والدستوريه العليا استكمالا لقوانين الاسره ودلوقتي هنتكلم عن قانون الاستضافه اللي بيكون في الاغلب خاص بالاب وطبعا جات لنا مسجز كتيره قوي ان هم بيعترضوا على القانون وان القانون ده ظالم للاب وانه دايما لمصلحه الام وطبعا هنشوف دلوقتي مع مستشار عمر رايه في الموضوع ده وهيوضح لنا هل الكلام ده صح ولا غلط اهلا بك يا سياده المستشار اهلا بحضرتك يا استاذه اتكلمنا بس... في الجزء الاول عن الرؤيه تمام. دلوقتي هنتكلم بقى عن الاستضافه عن الاستضافه احنا بس عايزين قبل ما نتكلم عن الاستضافه هنقول جزئيه ان هم يقدروا هم الاثنين الزوج والزوجه ما وصلوش الامور للمحاكم هم للأسف المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها دي ان هم خلاص وصلوا المحاكم ويقدروا ان هم يحلوا الموضوع بعيد عن الاستضافه وبعيد عن النوادي وبعيد عن القرف ده كله بشكل ودي بس هم للأسف هو العند هو فعلا اللي بيتحكم فيه وفي الأخر مفيش حد بيعجبه حاجة وزي ما احنا صح. قلنا في الأول ان الرؤية أو الاستضافة أو أي حاجة حتى النفقة أي حاجة تخص الطفل ورعايته القانون شرعها لمصلحة الطفل وليس لمصلحة ولا الأب ولا, ولا الأم مفيش مصلحة الاثنين وحتى القانون قال اي تنازل من الام عن الحضانة او اي تنازل عن اي حاجة تخص الطفل لا يعتد بها وغير قانونية لا ثواني اتوقف عند النقطة دي بس عشان انا كان عندي كذا كيس الاب عشان يطلق الام او الام عشان تنفصل عن الاب اوريدي بتمضي على ورقه تنازل عند المحامي او عند الماذون تنازل عن حضانه الاطفال. التنازل ده التنازل دوت غير قانوني وباطل شرعا وقانونا والمحاكم لا تعترف بيه اطلاقا. ولا شكلا ولا موضوعا. ولا شكلا ولا موضوعا لان المصلحه مصلحه الطفل. تمام. مصلحه مصلحه, مصلحة الطفل وليست مصلحه الاب والام. تمام المحاكم بتبص للجزئيه دي والقانون باصص للجزئيه دي. فانا مش هفضل مصلحه الاب ان هو أن الام تتنازل عشان خال... لا الام لو رجعت تاني وطلبت حضانه الاطفال هتاخدها برغم وجود الاقرار بالتنازل دوت تقدر تطالب بالحضانه وتقدر تاخدها حتى, حتى لو هو قدم الاقرار بتاع التنازل وعليه امضتها وبصمتها لا وكل حاجه وعليه شهود وكل حاجه لا يعتد بيه قانونا طب دي رساله يا جماعه انا بوجهها للامهات كل ام حصل تنازل عن حضانه الطفل مقابل الطلاق او مقابل انفصالها اعتبريها ورقه لم يعتد بها وغير موجوده اصلا وكانها اتقطعت وروحي قدمي على حضانه الاطفال وهتاخديهم وده اعتراف من المستشار عمر و... تمام <applause> الجزء بتاع الاستضافه هو طبعا قانون الاسره الجديد او قانون الاحوال الشخصيه الجديد هو لسه ما طبعا بس في مشروعات قوانين المفروض ان هي تدرس عشان تصدر اللي هي نزلوا فيها الجزئيه الخاصه بالاستضافه مم. ان هم يحولوا الرؤيه لاستضافه ان الاب يستضيف الطفل دوت في خلال عدد ساعات معينه في ال... في الاسبوع في في منزله من الساعه 10 صباحاً للساعة مثلاً 10 مساء تمام آه مرة في الأسبوع بدل ما يروح يشوف في النادي ثلاث ساعات تمام. وممكن ياخد الطفل عنده يقضي معاه اليوم في البيت يقضي معاه اليوم في البيت ويرجعه آه دي برضو ليها شروط إن الطفل لازم يوافق على الاستضافة اه يعني زي ما بنشوف ان في اطفال كتيره ممكن يكون خايف من باباه او مش حابب يقعد معاه او في مش حابب يقضي وقت القانون في مشروع القانون ما تنفعش الاب يطالب بالاستضافه وده قانون لسه ما صدرش الطفل مش بس مهم. في مشروع القانون ما ينفعش قبل خمس سنين من عمر الطفل عشان الطفل يبقى قادر يحدد ده ما ينفعش ان انا اجبر الطفل على الاستضافه الطفل لو رفض الاستضافه خلاص يبقى كده نمره واحد موافقه الطفل نمره واحد موافقه الطفل على الاستضافه تمام نمره يكون عدى على الطفل لا يجوز مطالبه استضافه قبل سن خمس سنوات تمام ثلاثة. النمرة ثلاثة. ان السنه كلها لا يجوز استضافه الطفل اكثر من سبع ايام متصله اه يعني اسبوع ماكسيموم ممكن يتكرر في السنه يعني في السنه كلها اسبوع سبع ايام متصله لا متصلة اه اكثر من سبع ايام بس متصلة بس لو منفصلين عادي اكثر من ممكن كده ممكن كل اسبوع يستضيفوا يوم عنده تمام او ممكن في الشهر يستضيفوا يومين تمام فهمت حضرتك ده بالنسبه للاستضافه تمام ولكن قانون الاستضافه لسه ما صدرش ليه بقى؟ آه، القانون نفسه آه، فيه حاجات كتيره لازم تت... يعني تتظبط لان الموضوع فيه مشاكل هيبقى فيه مشاكل كتير آه، دلوقتي لو الاستضافه م. لو الاب خد الطفل الاستضافه وما رجعوش امم ايوه بتحصل ف... فعلا دي حالات كتير جدا مشكله جد. اكيد ان الام لما بتروح تبلغ الشرطه ساعتها وتقول او اسم الشرطه اللي تابع ليها وتقول ده الاب خد يقول لها ده ابنه الاب ما بيخطفش ابنه فعلا فلازم تروحي تلجئي لمحكمه الاسره ولازم تلجئي لنيابه الاسره عشان هي اللي طلعت حكم الاستضافه او حكم الرؤيه فلازم ارجع لمحكمه الاسره تعاني تاني اعاني تاني كزوجه ولازم ارجع للمحكمه تاني ولازم ارفع قضيه تاني ولازم امشي في اجراءات جديده عشان اخد ابني اللي هو اصلا خد استضافه وما رجعوش عشان كده القانون لحد دلوقتي متوقف عن حته المشاكل اللي هتحصل بناء على قانون الاستضافه برضه لمصلحة الطفل لمصلحه الطفل هي الاستضاء كل كل ما يخص الطفل او كل ما يخص الطفل في قوانين الاسره هو لمصلحه الطفل تمام سواء نفقة او سواء رؤيه او سواء حضانه او سواء اي حاجه تخص الطفل هي مصلحه الطفل في المقام الاول وليس لمصلحه ولا الاب ولا الام طب يعني ست المستشور يعني انا طب ما في حل ان ممكن مثلا يعملوا في القانون في قانون الاستضافه ده ان الاب لما يجي يستلم ابنه يستلمه مثلا في زي زي ما بيثبتوا كده في الدفتر الحضور ويستلمه ويكتب اقرار ويمضي عليه عشان في حاله امتناعه عن عن الطفل يرجع ساعتها يبقى عارف ان هو في قانون راضع وهيتحاكم هيكتب اقرار وهيمضي عليه وبرده هي لازم تلجا للقضاء عشان عشان تاخد الطفل لازم تصرف ولازم م. تروح لمحامي ولازم تعاني ولازم تلجا للمحكمه عشان خاطر تاخد الطفل التاني في عقوبه القانون حاطط ست شهور حبس لو الاب خد الطفل وما رجعوش حاطط ست شهور حبس ده من ضمن الحاجات بتاع قانون الاستضافه اللي حاطينها من ضمن قانون الاستضافه اه من ضمن مشروع القانون ده, ده, ده اعتقد يخليه يخاف برضه آه مش مش طب ما هو عدم عدم سداد النفقات برضه ليه عقوبه ومع ذلك ما بيخافوش وما بتطبقش وما بتطبقش للاسف يعني عدم عدم سداد النفقه ما في 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 قانون في قانون العقوبات في ماده بحبس الازواج في حاله عدم سداد النفقات المحكوم بيها م. وفي قانون الاسره برضه بيصدر حكم بحبسه 30 يوم في دعوه حبس اذا برضه ما سددش النفقات ومع ذلك في مع التعنت ومع العند لا وبعدين في الاخر لما اوصل لاخر مرحله ابقى ادفع لما اوصل لاخر مرحله يكون بقى هي طلع عينيها واتبهدلت واتمرمطت وفلست هديها الولد هديها الولد او هديها البنت بس لما اوصل لاخر مرحله لا انا بتكلم عن النفقه النفقه لما اوصل لاخر التص... مرحله هدفع ابقى ادفع اسيبها ترفع قضايا عشان خاطر تاخد بقى الفلوس إيه؟ واسيبها تصرف واسيبها ولما اجي في الاخر اخر مرحله هدفع الفلوس مم. وده فعلا اللي بيحصل في المحاكم مم. يعني الزوجه ترفع دعوه نفقه بتاخد حكم على ورق العند بيولد مش عايز انا مش عارف ما خدتش فلوس انا خدت حكم بس على ورق بعد كده عايز ارفع دعوة تانية عشان اخد الفلوس بقى اللي اتحكم لي بيها. مم. فعشان ارفع الدعوة التانية ديت في اجراءات وفي تحريات وفي عن يعني دخل الزوج ويساره وفي حاجة اسمها القدرة عن الدفع يقدر يدفع على كم مرة. صح. فكل دي اجراءات في تسل... تسهيلات بتمشي فيها مم. وفي الاخر خالص الزوج يجي في اخر مرحلة بعد ما هي تتعب وبعد ما هي تصرف وتعاني يجي يدفع لها الفلوس في اخر مرحلة عشان يتوقع الحبس. يعني ده كده باختصار شروط قانون الاستضافه زي ما حضرتك قلتها وكمان عاملين يعني قانون رادع او حكم رادع للاب في حاله ان هو ياخد الطفل وما يرجعوش لكن بيتم دراسه حاليا قانون الاستضافه بسبب المشاكل او التوابع اللي ممكن تحصل ضد مصلحه الطفل. هما بيتم دراسه قانون الاحوال الشخصيه كله حتى سن الحضانه نفسه وحتى ترتيب من لهم حق الحضانه. هو كل الحاجات دي كلها بيعاد صياغتها في القانون الجديد دلوقتي يعني حاليا. بيحصل تعديلات اه في مشروع القانون الجديد هو المفروض ان هم هينزلوا سن الحضانه من 15 سنه هيرجعوا الاولاد تاني ممكن لسبع سنين او تسع سنين ااا آه للولد للولد اه, في القانون اللي, اللي, لسه هيصدر الجديد في مشروع جديد القانون الجديد من ضمن المشاريع من ضمن الحاجات ان طبعا 15 سنه كتير على الولد ان هو يفضل في حضانه امه لغايه سن 15 سنه ممكن البنت بتعامل معامله اخرى ولكن بالنسبه للاولاد فهما برضو الازواج معترضين ان طبعا دي مده طويله مدة 15 سنه للولد ان هو يبقى في حضانه نساء. <applause> ففي دراسه ان ان السن ده هينزل يقللوا سن الولد يقللوا ويخلوا سن البنت الولد. مثلا زي ما هو وتاني حاجه هي... هيغيروا ترتيب الحضانه واحتمال يبقى الاب من ضمن ترتيب الحضانه. تمام <applause> في القانون الجديد المستشار، فهو القانون كله بيعد بيعاد صياغته وبيعاد ترتيبه لمصلحه برضو الطفل, الطفل ومصلحه استقرار المجتمع والاسره. <applause> اكيد ده هدفنا كلنا طبعا. في نهاية الجزء الثاني من الحلقة احنا بنحب نحيي المستشار طبعا عمر على معلوماته القيمة وحابة اقول بس كلمتين بخصوص الكلام المستشار قاله انه طبعا امتناع الاب عن نفقة الطفل انا حابة اقولك انت هنا مش بتهين الام انت بتهين طفلك لان طفلك بيبقى بيمر بازمه ماليه بيبقى نفسه في حاجات كتير قوي الام مش عارفه توفرها بيتبهدلوا وبيعانوا وهي بتتمرمط في المحاكم حط في اعتبار ولو يوم واحد ان هي كانت زوجتك ان هي طبطبت عليك في يوم ان هي اكلتك اكله حلوه في يوم وقفت في ظهرك في يوم وحط في الاعتبار حاجه عمرك ما هتعرف تتنصل منها وهي ان في بينكم طفل الطفل ده هيفضل طول العمر حلقه وصل بينكم وملوش اي ذنب في المشاكل اللي موجوده بينكم هنطلع معاكم فاصل ونرجع للجزء الثالث من حلقتنا في قانون الاسره <applause>